الآن الآن وفلان غطى على علان. سيدنا الشيخ عبد اللطيف العزب وادان بالإذاعة هو الكروان، كروان الفجرية وقمر الأمسيات الدينية، القارئ للقرآن والمتقن للإجادة والإتقان، والمبتهل الكروان فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وادان الذي تترنم النفوس وتسعد الأذان بسماعه، منشدا في خير البرية بابتهالات وصلوات على خير البرية، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنته ونعيما. صلوا على المبعوث فينا شاهدا، صلوا على المبعوث فينا شاهدا، صلوا على المبعوث فينا مبشرا للصالحين، ومبشرا للصالحين بأي أرض كانوا. صلوا وسلموا وتمسكوا، صلوا عليه وسلموا وتمسكوا بالسنة الغراء.
صلوا على المبعوث فينا شاهدا الله الله صلوا على المبعوث فينا شاهدا صلوا على المبعوث فينا شاهدا الله الله ومبشرا للصالحين ومبشرا للذاكرين ومبشرا للصابرين ومبشرا للصادقين ومبشرا للصالحين بأي أرض تفضل المولى القدير وتفضل المولى القدير على الورى بالعفو فهو القادر الغفار وكأن في ثار
كفايه كده ولا ايه؟ وتفضل المولى القدير على الورى بميلادكم يا سيدي تفضل المولى القدير على الورى بالعفو فهو القادر الغفار وكأن قيثار السماء تحررت من قيد وكأن قيثار السماء تحررت من قيدها فاهتزت الأوتار ملأت مسامعنا ملأت مسامعنا بعد نشيد وتنزلت وتنزلت كل الملائك بالرضا وتنزلت كل الملائك بالرضا والبشر للثقلين في إبيان وتلألأت كل النجوم أشرقت شمس يؤذن فجرها بنهاية فتجمعت فتجمعت كل القلوب بفرحة في موكب الإنشاد والأشعار ولد الحبيب
والمصطفى الله ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا ولد الحبيب المصطفى الله ما بين زمزم والصفا فسمى بمولده الصفا فسمى بمولده الصفا فسمى بمولده الصفا وترنمت ورق الحمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى لا 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 يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا يا اغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من خالق الكون من خالق الكون من بالعفو يشملني من خالق الكون من بالعفو يشملنا من بالعفو يشملني ويقبل التوبة لو خفت موازيني ويقبل خفت موازيني ومن يجود بما أولى من نعم ومن يجود بما أولاك وأولايا من نعم ومن عطاياه
يطعموني 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 ويسقيني. ومن إذا ضل سعي ومن إذا ضل سعي ومن إذا ضل سعي أو أضاعت غوى ومن إذا ضل سعي أو أضاعت غوى يمحو ذنوبي وللإيمان يهديني. من يكشف الضر عني من يكشف الضر عني من يكشف يشفيني يا رب. من يكشف الضر عني والبلاء إذا مرضت يوما وبالإحسان يشفيني. ومن إذا اشتدت الظلماء يرشدني ومن إذا اصطفت الأعداء يحميني. الله الله لا إله إلا الله الكون أجمعين.
بشرى لنا معشر الإسلام إننا من العنايات ركنا خير منهدي بشرى لنا معشر الإسلام إننا من العنايات غير مهدي لما دعا الله داعينا لطاعته لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل قلنا أكرم الأمم مولاي أبدا على حبيبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى لما خاصبنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل كلني واغفر إلهي لكل المسلمين بما واغفر إلهي لكل المسلمين بما واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى في الحرم مولاي واغفر إلهي لكل المسلمين يتلون في المسجد الأقصى في الحرم بجاه المال بيت في طيبة حرم بجاه المال بيت في طيبة حرم واسمه قسم أعظم القسم مولاي صل على حبيبك
فيه احسن من كده. يا رب صل على النبي وآله من نارت الدنيا بنور جماله. لا عندكم انتم من السنه للسنه لما بيقابلونه كتير وبيسمعوني كتير. اهو عشان خاطر ربنا عامل حاجه في السجاير. يا رب صل على النبي وآله من نارت الدنيا بنور جماله وعلى صحابته الكرام بجمعين والتابعين العابدين بقوله ثم الصلاة. الصلاة مع السلام هدية للمصطفى ولزوجه ولنسله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. وسلم قالت أطمار الليالي كل أرباب الغرام كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم. قالت أقمار الأيادي كل أرباب الغرام كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام سيدي خير الآلاف وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام صلى الله محمد عليه وسلم صلى الله عليه سيدي خير الآلاء وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام. سيدي خير الأنام وله أعلى مقام قد أتى
كان في ربيع المظلل بالرمام. ربنا صل عليه والملائكة الكرام، فله منا التحية وله منا السلام. بهذا الفاصل أيها الإخوة المؤمنون، قد كنا بنقل هذه الأمسية الدينية التي ختمت بهذا الفاصل من الإسجالات والمدائح النبوية لكروان الإذاعة المصرية فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهداه، شاكرين لفضيلته وشاكرين لشيخنا الدكتور عبد الفتاح الطاروقي وشاكرين لشيخنا الدكتور محمد حمدان وشاكرين لشيخنا الدكتور السيد الهادي وشاكرين الى كل ما شرفنا بهذه الأمسية الدينية. وباسم اهالي كفر الاصل اشكر للشيخ نواب الشرقية الحاج لطفي شحاتة، كما اشكر لمن جمعنا هذا الجمع السعيد في ذكرى مولد المصطفى السعيد الحاج حمدي عطية. كل عام انتم بخير، ولكم تحياتي من اسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب. ان شاء الله